اوف جي مانوكيان اذا رح يكون معه جنيان خزوع ايه او لا. مساء الخير جي. مساء الخير غياث، كيفك؟ جي يعني بدي اقول لك ما بعرف اذا شفت الكومنت، يعني انتم استغنيتوا عن اوغستين اوكوسان، مين رح يكون بدل اوغستين؟ بس البوجي بالمبدا. يا ريت بدك تنطر مين اول سنه هلا سنه. قال له لإلي هارد لاكي هاد فيري جود جيم، بس البوجي مبروك كمان. ثانك يو ثانك يو حبيبي جي، ميرسي. يلا بس قريبا حنكون جيران كمان ببيت مسك ان شاء الله. وانا هلا نسيت الي كمان، هلا الي كمان على راسي كمان. هلا نسيت الغنى ولا نسيت الفقر؟ بتعرف نحن من بعد ما مضينا احمد ابراهيم صار في كثير فتحت العين عليكم، حطوا عين علينا، مفكريننا نحن انه معنا مليين الدولارات. بس لا لك بصراحه جوليان ازوع لا ما انطرح من الاساس، بس انا هيك عجبتني الكومنت حسيتها مهضومه مشان هيك حطيناها. نحن بحكم علاقتنا كمان مع نادي الحكمه، نحن بنعتبر جوليان يلي عمله هذيك السنه هو عار وعيب يلي صار، ونحن من اول الناس يلي استنكرنا يلي عمله وكلفهم للحكمه البطوله. فنحن الفضاء والاخوه اللي عناها مع نادي الحكمه اكبر بكثير من رغبتنا ب ب ب بربح البطوله او اي شيء. فبالعكس نحن واقفين مع نادي الحكمه، نحن اول ناس رح نوقف ضد جوليان ازوع اذا اجى ليلعب بلبنان قبل ما يخلص كل اموره مع نادي الحكمه. فخاصه انا علمت بجامعه الحكمه، فعندي شوي حنيه على النادي اكيد. يعني جي بعرف قد ايه حماسك كبير لفريقك، وشفنا فريقك بالفعل فريق مميز جدا، وشفنا كمان يعني الدور الربع النهائي قد ايه كان صعب على فريق بيبلوس يلي فاز بالكاس، لعبته جيم كتير كبير مع النادي الجبيلي، ومن بعدها قررت انه لاعب ارتكاز اوغستين يتغير. على مين ناوي؟ انا بضمن لك انه الثالثه ثابته مع نادي بيبلوس، يعني مرتين ربحونا بدوره شرقوق وهيك، والمرتين كنا ناقصين، يعني اول مره بلا احمد ابراهيم، وثاني مره احمد ابراهيم اول ماتش كان عم بيلعبه قدر يحط 18 نقطه، واوغستين ما كان بالمستوى المطلوب ابدا. السنتر اللي عم نجيبه راح يكون مش من طراز الرفيع، بس السوبر سوبر سوبر سنتر واند رايت بيرسون وي نيد. وقت نكون نحن بجوزيه تامه كيف ما هو بيبلوس اليوم فريق جاهز، كون اكيد انه ما في ماتش ما فينا نربحه، يكون رياضي ام بيبلوس ام مين ما كان. يعني بتعلن التحدي على الكل يعني اليوم؟ اكيد عم بعلن التحدي على الكل، لانه فريقنا فيه انا بعتبر احسن لاعب لبنان اليوم اللي هو احمد ابراهيم، وفيه ثلاث اجانب راح يكونوا من طراز سوبر، واكيد ما ننسى نديم السعيد اللي هو ثاني احسن هداف لبناني كان بالدوري، وغير انه سيفا كيتنجان كابتن، واهم شيء هو جمهور الهومنت من الكبير يلي هو مش على ارض الاورنج هل هو مش لاعب سادس، هو البوينت جارد والجارد والسنتر والكوتش وكل شيء، الجمهور هو يلي بيربحنا، والجمهور هو اللي دائما حدنا، مثل جمهور الحكمه اللي بيعطي دفع كثير كبير للفريق. طيب فهول الجمهورين مع جمهور الرياضي بتصور اكبر ثلاث جماهير بلبنان، والباقي يعني كلنا بنعرف. يعني هلا اخذنا منك التحدي، وانت مشهور انه انت شخص بتحب التحدي، لانك انت اصلا رياضي بتحب تربح، وهذا شيء كثير حلو. بس بعد ما اخذنا منك مين اللاعب اللي راح يكون لاعب ارتكاز فريق هومنتمن؟ غياث بعتذر، لانه نحن اليوم عم نتفاوض مع اكثر من لاعب، وفي لاعب كثير كثير مهم عم نتفاوض معه. معلي اسمح لي ما بعلن عن اي اسامي، بس تكون اكيد اور بلاير از جوينغ تو بي اكيد سنتر. عم نحكي ببادجت عالي، ببادجت كبير، عم تحكي ببادجت كبير؟ أكيد, أكيد أكيد ومش راتكو فاردا مثل ما قلت لي. لا 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 أبدا، راتكو فاردا لعيب كتير كبير، بس نحن عايزين السنتر يلي فيه يلعب تقريبا 40 دقيقة، لأنه ما عندنا باك أب سنتر. صح، من بعد ما صار معنا مع فيليب ثابت يعني اضطرينا نستغني عنه، ما بقى عندنا باك أب سنتر، سو مضطرين نجيب فيري أتلتيك and a very physical center that can run the court يعني 50 دقيقة، يعني أكيد بدنا هي يلعب مش 40 دقيقة. أنا جي لا أكيد رح يكون كثير صغير يعني بالعمر وهيك، لا يكون and extremely athletic، وعم نحكي ب NBA prospect يعني كمان أكيد من بعد طيب أنا يعني ما فينا غير ما أتمنى لكم كل التوفيق جي مانوكيان لفريق هومنتمن ولجمهوركم وجود لك، ومتحمسين على البطوله يعني كلنا. اكيد اكيد بنشوفك قريبا جي. كمان مبروك كمان، مالي اسمح لي غياث، بس مبروك لنبيل حواد
وكل أسرة نادي بيبلوس اللي هن إخواتنا وشركائنا قلن ألف مبروك على هاللقب الأول الرسمي اللي بياخذوه بحياتهم. إن شاء الله عم شور راح يكون عندهم كتير ألقاب بعد. وهارد لك للحكمة ويلا they will bounce back soon أقوى من قبل كمان إن شاء الله. نحن ما نشكرك كمان جي مانوكيان, يعني قدي حلو الحماس يلي بيعطيه جي, وبنعرف جي قدي أنت قريب منه باسل, وبعرف أنه كنت قريب كذا مرة تكون بفريق هومنت من وما ترجع تزبط, بس قدي هالشخص متحمس تحسه.